قال ماكرون في المؤتمر الصحفي الذي عقد في صوفيا إن التأثير الغير مباشر لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاقية النووية الإيرانية هو خدمة في موقف الشركات الروسية والصينية في المنطقة. استعاد الجيش السوفيتي في 11 من مايو عام 1944 السيطرة على شبه جزيرة القرم، وفي نفس اليوم أصدرت لجنة الدفاع الوطني القرار 5859 الذي وقعه ستالين وأمر بنقل جميع التتار القرم إلى صحراء أوزباكستان بسبب التعاون مع قوات الاحتلال الألمانية. وتنص الفقرة الأولى من القرار على ما يلي: طرد جميع الرهبان من إقليم القرم والاستقرار بصفة دائمة كمستوطنين في جمهورية أوزباكستان الاشتراكية السوفياتية. وحتى يومنا هذا لم يستطع رهبان القرم نسيان ما حصل معهم والبقاء في المنفى. أعلن المكتب الصحفي لوزارة الطاقة الكازاخستانية أن صادرات كازاخستان من النفط ارتفع في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بنسبة 4.3% مقارنة مع العام الماضي. عقد قادة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في 17 من مايو قمة صوفيا في بلغاريا، وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى البقاء في إطار الاتفاق النووي الإيراني بعد إعلان الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاقية النووية. وقالت مصادر إن رؤساء حكومات الدول الاتحاد الأوروبي اتفقوا بالإجماع على أنه طالما استمرت إيران في الالتزام بأحكام الاتفاقية وحماية الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران من نفوذ قرار الولايات المتحدة. قال المدير التنفيذي لشركة صناعة الدفاع الروسية إن القيمة السوقية لشركة روستا ارتفعت بمقدار 3 تريليون روبل في السنوات العشر الماضية. في ضوء عودة ظهور فيروس إيبولا مؤخراً، طلبت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مؤخراً من منظمة الصحة العالمية الحصول على لقاح جديد يمكنه إنقاذ الأرواح. وتم اليوم إرسال الدفعة الأولى المكونة من 4000 لقاح جديد تجريبي إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.